بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، للمدح عن قدرتي في اللغة العربية، أظن كان يزيد قليلا، ولكن سأحاول بكل المستطاع أن ألقي باختصار شديد كيف أسلمت. وكما ذكرت، الأول ملاحظة في قصتي، الإسلام كان في 11 سبتمبر. أنا كنت في الجامعة، واتصل لي صديق لي وأخبرني بأن أحتاج أن أنظر إلى التلفاز، وفتحت التلفاز ووجدت أن البرجين في نيويورك كان يتحرك، ولذلك عرفت أن هذا الشيء. ولكنني ذهبت إلى الجامعة. بعد ذلك كل بلد كانوا على كلمة واحدة أننا نحتاج أن نذهب إلى من فعل هذا، إلى الفاعل، وندمره البلد ونخلص منه، نرسل بعض الصواريخ وخلاص. وأنا كنت في كلية السياسة في تلك الفترة، وغيرت كل المواد حتى أدرس التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط في فلسطين والعراق، والتاريخ في أفغانستان، حتى أعرف بعض العدو، لأنني أردت أن أشتغل في المخابرات والأمن الدولة أو الجيش مثل هذه الأمور. بعد ذلك أنا بدأت أن أدرس اللغة العربية مع أحد من تونس، كان يحاول أن يدعوني في هذا الطريق، يبدأ بقول هو الله أهل الكتاب والقراءة. وخلال دراستي بدأت أن أتعرف عن الواقع في فلسطين وفي العراق، وكيف نحن نساعد إسرائيل بالمال وبالأسلحة. وكنت أحتاج أن أراقب الصحف والجرائد في الإنترنت، وأكتب ملخصة عن ما الذي يحدث يوميا في فلسطين. وكان فقط موت، أنا كتبت توفى 3 4 5 6 17 أطفال يوميا. وبعد ذلك لاحظت أن هذا واقع سيء جدا. وكذلك أنا من درست العراق، بدأت أن أتعرف عن الأمور بين الاقتصاد والحصار والنفط والاستعمال الأسلحة خاطرة الذي تركنا في العراق، وكان يسبب أمراض كثير. وبدأت أنظر في الأمر، وفكرت في نفسي أن كثير من المشاكل رأيت في الشرق الأوسط وغيرها في الدنيا، نحن الصادر، نحن الذين نبدأ هذه المشاكل بالسياسة وكيف نتدخل في أمور الآخرين. وقررت في نفسي هذا واقع سيء، ولماذا لا نترك هؤلاء؟ وظننت في تلك الفترة سيكون سيء جدا لو نحارب هؤلاء، لأنهم فقراء ولأنهم مساكين ولأنهم ليس لديهم دفاع أصلا، الجيش في العراق وغيرها ليس لهم قيمة والقدرة للدفاع عن أنفسهم بالنسبة للجيش والقوة عندنا. وبدأت أبدأ محاضرة ثورية في الجامعة، وحاول أن أقول للناس هذا سيء وليس جيد. وبسبب ذلك دعت كثير من الأصدقاء، لأن أغلب البلد كان على القول أننا نحتاج أن نجد هؤلاء ونحاربهم ونقاتلهم بأي طريقة. حتى قبل أن غيرت أفكاري، أنا أتذكر أن كان لدي امرأة أستاذة، وكانت تشكو لنا
بسبب الجيش الأمريكي نزلت بدعة من الطائرة يعني فيها طعام وأشياء مثل هذا ونزلت على الراعي وقتل وكانت تشكو يعني حقوق الإنسانية وهكذا. أنا رفعت يدي وقلت يا أستاذ هل كان أمريكي؟ قالت لا. أنا قلت بس قتيلي انتهى استمر يعني كلامك ليس يناسب. هذا كان أفكاري من قبل ذلك ولكن تغيرت يعني نظري إلى الأمر وكما قلت التحقت بجامعة الأمريكية قبل ذلك لأنني أردت أن أدرس اللغة العربية وقبل الذهاب إليه ذهبت إلى العاصمة واشنطن وقابلت بعض المسلمين هناك وتعرفوا عليهم وكان يعجبني أخلاقهم وأسلوبهم يعني والمعاملة بينهم. كما لو ذهبني إلى المطعم في أمريكا معروف أن كل واحد على حسابي وعندما رأيت المسلمين كان يدفع بعضهم بعض يعني للآخرين ويسابق على من سيدفع ودرنت هذا الرياء ولكن درنت في نفسي بعد الفترة أن الرياء يعني لا يرزق لا تستطيع أن تدفع 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 حتى الآخرين يكون ما شاء الله الرجل كريم يعني هذا قد لا أستطيع. وفي النهاية رأيت كيف كانوا يتعامل مع المرضى ورأيت أن بخلاف القول الغربيين أن المرضى في الإسلام هي يعني مظلومة وفي السجن وليس لديها يعني حقوق رأيت كيف يتعامل معها كأنها أميرة في القصر وبالعكس لديها يعني حقوق كثير يعني حتى كنت أشرح يعني واقع المرأة في الإسلام لأحد الأصدقاء في أمريكا وقلت لي الآن أنا أفهم أنت المظلوم أنت تدفع يعني حقيقة يعني لو نحقق الأمر لو نحقق الأمر أن امرأة في الإسلام لديها يعني قيمة كبيرة كما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن يعني الوالدين قال أمك 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 ثم الأب. وبعد هذه يعني أيام أنا تخرجت من الجامعة ما كان لدي سكن ما كان لدي عمل ويعني كنت أجول بين الأصدقاء وكان لدي صديقة كانت تستلقي تحت الشمس يوما ودخلت في البيت مع الفراش وأنا نمت بها لكن المشكلة أن دخل في البيت خشبة وعنكبوت شيء قبض علي بالليل وفي الصباح وجدت العنامة استخرجتها ما كنت أفكر فيها ثم يعني بعد فترة قليلة أو قصيرة وجدت أن كان لدي يعني علامة في الرجل والدائرة حولها مثل هذا يعني شديد الحمراء وبالليل أنا كنت في فرح مع بعض الأصدقاء وما استطعت أن أتحرك الذراع وقلت يعني لازم أن أذهب إلى المستشفى ومن فعل تحليل هناك دخل حقن في السلسلة في الظهر استخرج بعض المياه ثم تركوني ويعني بعد ساعات شعرت بصداع شديد يعني مثل رأسي سيفجر ورجعت بالقيد ورجعت إلى بيت صديق لي ومكثت معه تقريبا 24 ساعة ما تحركت من الكنب لأنني شعرت كأن كل مرة أرفع رأسي يعني مثل رأسي سيفجر أردت أن أقتل نفسي حتى أخلص من الألم. ثم قمت لأذهب إلى الحمام وسقطت على الأرض أخذوني إلى المستشفى وفي المستشفى كان يعطيني يعني دواء قوية جدا حتى لا أشعر بشيء حتى لا أستطيع أن أتكلم يعني لا أعبر عن جملة. وفي النهاية أخبروني أن التحليل الذي فعله الحبيب كان يستعمل حقن واسع قليلا والمياه داخل الرأس يحافظ على المخ كان ينزل من الظهر ويترك المخ يضرب الرأس يعني هذا كان موقع لا علاقة لها في يعني كيف أسلمت إلا بأن كان فرصة لي أن أفكر يعني لازم أن أغير كيف أمشي في الأرض قليلا. والأخ كان مسؤول عن السكن كان مسلم من تركي عرف عني من قبل بسبب الأصدقاء يعني أخبره بأنني أسلمت مرة أولى
كان يدعوني دائما ولكن كنت أرفض لأنني ما أردت أن أقرب المسلمين، ولكن في هذه الفترة قابلت الدعوة وذهبت معهم وكان مناقشة وطلاب من بلاد مختلفة. ثم كان رجل مصري وكان يتكلم معي ويوصلني إلى البيت، وكان يقول يا أخي كريم أنك تحتاج أن تعرف هذا شيء، وهذا أن المسلم يعني ليس له ميزان على الإسلام، بالعكس الإسلام الذي يحكم على المسلم. وكنت أفكر في هذه الأمور، وهذا كان شهر، كان قبل شهر رمضان بأسبوعين، وأخبرت يعني قررت في نفسي أنني لن أريد أن أحاول أن أصلي وأصوم معه خلال شهر رمضان، وبدأت أن أتعلم كيف يعني أنطق الفاتحة يعني التسبيح داخل الصلاة. وعندما وصلت رمضان بدأت أن أصوم وأصلي معه. يعني خلال 4 أيام جاء إلي وقال يا أخي أنت في مكان سيء، تعال إلينا أسكنوني معهم. وهذا كان يعني مدرسة فعلا، لأنني جلست معهم يعني وكنت أستيقظ معهم، أسحب معهم، أصلي فجر معهم، يعني أخذوني إلى العمل، من العمل إلى الإفطار، أفطرت معهم، ذهبنا إلى البيت، أخذنا زيادة من الطعام، كنا نجلس ونأكل. كان يتكلم عن السيرة والغزوات والصحابة، وكان مدرسة. لأن ملاحظة أن المرة الأولى التي أسلمت، يعني أنا أسلمت من أجل المسلم، ولو تسلم لأن محمد صالح تجد أن أحمد فاسق، وثم ستترك الدين كما فعلت. لكن في هذه الفترة كان يعلمونني العقيدة، ولماذا أخذ من الدلة، ولماذا كيف المنهج. والشباب كان لين ورفيق يعني جميل، ولكن الرجل المصري يعني كان شديد دائما في المنهج، يتكلم في المنهج، كان يتكلم بن باز والباني وعثيمين، كان شديد. أنا كنت لا أحبه، كل مرة ذهبت إلى الشباب كنت يعني أرجو أنه لن يحضر. كان يذكر النار وماذا سيحدث لو لا تدخل في الإسلام، وهذا حقيقة كان جميل جدا. كما ذكرت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر النار والجنة في نفس الوقت، يعني لن يجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى فقط يبشر الناس بجنة بدون تذكير النار. وفي نفس الوقت لدي هذه الشباب يعني يجعل الجلسة لطيفة، كان جميل. أدى صلاة العيد، بعد العيد كنت جالسا في المسجد، شعرت أن هذا بيتي وكنت أرتاح فيها وأردت أن أجلس فيها. وصديق لي جاء وقال لدينا دعوة من أحد الدكاترة في الجامعة ويريد أن نأتي إليه للفرح العيد، وقلت جيد يعني أريد أن أقابل المسلمين، أنا مسرور في هذه الفترة. ذهبنا ودخلت البيت وقلت السلام عليكم، وما سمعت أحد يقول وعليكم السلام إلا الذي جاء معي. دخلت البيت وجدت الاختلاط، ووجدت النساء لا يلبس اللبس يناسب وما في حجاب، بعضهم يشرب الخمر، وكنا نريد أن نصلي صلاة المغرب، وجدنا الكلب تحت، والامرأة في البيت كانت تشيرنا إلى غرفة النوم لمكان الصلاة، وما كان لديها السجادة، وما سألناها عن الكبلة، عرفنا يعني الواقع. ثم يعني أنا شعرت بوسخنا، وأنا قلت لزميلي يا أخي أريد أن أخرج الآن، وقال جيد أنا سأذهب وأحاول أن يعني أجد مجال أنا نذهب. أنا كنت أجلس في المطبخ وشعرت بوسخنا يعني كأن يعني دخلت في النجاسة. ثم يعني شرح الله صدري في هذه الفترة، والعبارة استعملت كأنني رأيت الناس في أيديهم ذهب ويأخذون التراب. هؤلاء المساكين جاءوا من بلادكم إلى أمريكا، كان لديهم الإسلام وتركوها لأنهم يريد الحياة التي مشيت فيها يعني خلال 22 سنة، وإني أعرف بدايتها ونهايتها ونتيجتها وأن لا قيمة لها أبدا. ثم نظرت إلى يعني الطريق الثاني الذي مشيت عليها خلال شهر رمضان،
وقلت في نفسي يعني أن هؤلاء طيب يجلس بعد الخير يناقش الخير لا يدخل في الفواحش والسيئات ولا يفعلون هذا إلا لله والعقيدة السليمة لا يحتاج إلى شر لا يحتاج إلى رياضة ثلاثة خمسة ستة فقط واحد إلهكم واحد وهذه أشياء معقول وفي هذه الفترة لاحظت أن لدي أمامي طريقان أما الإسلام أو الطريق الذي يريدون هؤلاء وقلت في نفسي الحمد لله شرم الله شرم رسول الله أخذ دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.